صراحة لا صراحة هل تعلم أن أنا أول متسابق صرت مقدم؟ هل تعلم أني أنا أول مسابق؟ إيه طق له مقدم طق له مقدم. إيش رأيك في الباصات اللي أعطيك إياها؟ والله كف أبو نوح تنزل يا تعلمني هذه تشد رقبه من هنا يا ولد تشد رقبه وريحه بصل اي سمين ترى احنا كنا متعودين عليها ناخذ ذيك اللي زي الفاين عشان ما تنظف ناكل الكبسات والزودي ما تعرف عليها شيء بسم الله مؤدبي عجيب والله شوف عيني انك تمش فمك بثوبك كذا شاف عزوز عقب لي دام وعقب اطول عمرك الله يبقيك الله يحيي اهل عمان الله يطول عمرك اللي في الباص ما غير رقود وازع من اللي دائما يرقد في الباص واجد هذاك الماء ما يمشوا الا بالعين الحمراء والله جابوها على طول غريبه الله يعطيكم العافيه ابو ربيع على تعاونكم غريبه ابو ربيع في اتصال ابو ربيع صاير لدي طلبات وازع ارفع مايكك شوي كذا طيب وازع من اللي يرقد واجد في الباص روح دائما في الباص طيب اكثر واحد ينام في الرحله اكثر واحد ينام في الرحله إيه طول عمرك علي نواف اي والله انك صادق انت شو رايكم انا انصدمت والله منه يرقد لا جاء باص رحله ساعتين خمدها ورا انسدح ورا يا علي قوم يا مال انا بعد رقدت السلام ارقد قلت كلها نوم رحلتي رحلتك كلها نوم وهذا من هو بس والله يا انه اتصال يا شباب ريم من نجران حياك الله الله يحييك يا هلا يا مرحبا حابه اوجه نصيحه للشباب تفضلي يحافظون على صلاتهم ويخرجون على الباب الله يعطيك العافيه نصيحه طيبه ومحتاجينها والله معك 50 نقطه تهدينها من سلطان يستاهل سلطان لا انت لا انت عطي حد من الشباب جزاك الله خير انا اعلمه لا تستاهل انت معهم الان لا استاذي طيب اختنا قفل اتصال ترى الو النقاط ترى ما حسبت لسلطان لانه مو بمعانا اهديها لشخص ثاني هزاع من هو هزاع وازع هزاع مو بمعنا في البرنامج وازع اهديها الوازع اي وازع يعطيك العافيه يستاهل وزع. الله يعطيك العافيه ريم والله العافيه ان شاء الله والله انك محروم منها لكن ابشر بنكلم متوسطك ان شاء الله يجيك 100 من يا رجال سلطان سايقها جلد في البرنامج هو هذا الله العظيم الله يعزك يا ابو دويحس اللهم والله انا كفو وانك حزام ظفر وحزام ظهر ظفر ولا اصبع نسيت اني مقدم عيد تطلع زين انت مقدم تمزح كذا مقدم ولا مؤخر طيب في اتصال اخر ابو ربيع والله الافضل اللي فيه يكون اتصال يلا انا فيه نبي نقاط قول ابو ربيع ما في بيبس يجي ولد خليت النقاط انا ما في بيبس لا ما فيش داخل مطعم انت شنو اداره هذه كنترول والله حمضيات يا ولد اذا ما جات شيء كان لا تحسب نفس البوفيه اللي امس تبي قهوه وازع ما تقهوي اللي شرقي ثلاجه تحت مليانه اجو بيبسي 7 اب 7 اب ثقال شفت الحلويات وشفت لا دقيقه هذا فنجان نسيت من الوناسه صبيت لك بفنجان من غلاكم احبك وراي عزوز اجلس راح احضر الغداء باقي بعطيكم 10 دقائق زياده لما كان فيه ماء اقعد 5 دقائق اقعد روح نقعت الرز اشر لا اللي عندي مكرونه اي خلاص كل من مرحبا يا ابو دويحس ريم بيض الله وجهك يا ريم حتى لو ما جات النقاط الله صالش و 11 والنصيحه والكلام الطيب هذا يسوى المساوي والله النقاط والله مهمتها صب لي شاهي يا ابو دويحس والله ان اكثر الرسائل اللي تجيني تجي اغلب الشباب ان كلها حافظوا على الصلاه لا تغيبون عن البث حافظوا على الصلاه سبحان الله مهتمين منا اكثر من انفسنا جزاهم الله ايه لدرجه اني ما شاء الله اقوم بدري احس اني مقصر فعلا الله يبين وان شاء الله ان الشباب كلهم بيجتهدون ما بقي الا اربع ساعات هذا خايف صب لي ابشر ابى اعلمكم بسالفه صارت معي حلو انا يمكن اول مره اطلع في الرحلات دي وخليت جوال اشوف الرسائل واشوف
رسائل الى يومكم ذا ما فتحت حتى ربعها. ربعها. ويثقل شوي ولا اسمع. والله العظيم وكلها نصايح تكفون لا تغيبون. شوف تجهم تكفى لا تغيب على البيت. والصلاة. واتصال استقبل اتصال. دقيقة. أم محمد من المدينة حياك الله. مرحبا. لا يوجد لك. هلا. وشو؟ تفضلي يا ام احمد. ام محمد السلام عليكم. عليك السلام. يا هلا شلونك يا خاله؟ طيبة. وش حابه تقولي لعيالك المتسابقين؟ اقول ويسين. ايه سمية نقطة. سمي سمية نقطة. ايه المنت بينها سلطان. يستاهل سلطان بس انه سلطان سلطان زعلانين عليها الادارة ما يعطونا نقاط. هاوشيهم هاوشيهم يا خارة. لا اطيح هذا علمها لازم تعطينها. عندت عبد العزيز ووازع ونواف. سلطان ما هو معهم في المطبخ اليوم بس داخل يساعدهم. هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي. هلا فيكم تسينا القوافي. يا هلا البزنس كفو يا هلا البزنس كفو بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد. يا هلا البزنس كفو يا هلا البزنس كفو ضونا كل وقت حية عامنا بشاذلية ضيفنا يالله حية. يا هلا البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة. يا هلا البزنس كفو الحماس من البداية لين تتويج النهاية للتحدي فيه راية. يا هلا يعني أقل من يوم وتوفى. يوم جيته إلا الرجل متزن مع أوجاع المرض. اي عادي اها يا رجال حنا على الشاشة لنا 80 يوم يا ما انكشف شيء ولا عادي يا ابوي حبيبي. المهم مرتكز وجالس وهو يعني يصارع الموت. يوم سلمت عليه وحبيت راسه وانا سولف معه طبعا ما يقدر يقوم يتوضا. يقول وين العفور؟ الله يبي يتعفر يبي يتيمم. فخليته لين صلى. يوم خلص حبيت راسه نشدني عن امور واجد. يوم جيت بمشي قال يا وليدي تكفى الصلاه الله. لا تترك الصلاه الله المستعان. وانا امشي يوم اني وصلت الدمام يعني مشيت الضحى. يوم وصلت الليل الدمام الا عقب طلعتي دخل عناية عقبها توفى الله يرحمه. يوم وصلت الدمام اللي اتصلوا علي قالوا جدك توفى. لكن من اخر وصاياه كانت الصلاه وقبل الله يتوفى الله يرحمه كان يقرا سوره والتفت الساق بالساق. ظن انه الزراب. لا استغفر الله. آية إلى ربك يومئذ المساق. هي آية ثانية. فكان يقرأ الآية هذه كاملة. ولا صدق ولا صلى صح؟ نعم. إيه بس إنها آية هي كلها آيات. فنشكر أختنا أم محمد والدتنا أم محمد وصتنا والله على الصلاة. بعدين جدك الله يرحمه في الجنة طبق كأنه ختام النبي صلى الله عليه وسلم. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعلا كان على فراش الموت يقول ولا زال يصيهم بالصلاة. الصلاة أخرج الصلاة وما ملكت أيمانهم. إي والله الصلاة مهمة أخي. ها
هي صار النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت يوصي بها. سبحان الله احنا مقصرين فيها. شفت الشيبان ترى هم يرجعون فيهم دين، انا ما يقرون ولا يكتبون، والله هم فيهم دين اكثر. فطره هذا دين فطره. جدي محمد عمره 120 وعلى فراشه ما يعرف احد، اجيت لين ابكي يسالونه وش قومك؟ قال وش وجه ربي به؟ وش وجه ربي به؟ وش وجه ربي به؟ يا الله والله العظيم حتى قرن ظهر فراشة قرن عنده تكاثر في البيت يجون ينظفونه من الدود وذي وحياته يبكي ايش قام؟ قال والله قومي والله خوف من يوم الهول، قومي والله ايش اقابل ربي به. والله احنا تبغون الصراحه الحين في الزمن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زال الخير في امتي الى قيام الساعه، خير في نحمد الله، لكن الصلاه والله انا ملحوظ التقصير فيها، واللي يقصر في الصلاه والله مو بسرك حاله، لو بسرك حاله في الدنيا ولا بسرك حاله في الاخره، لان الله سبحانه وتعالى قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي لما حشرتني اعمى؟ قال كذلك اياتنا تنشر، وكذلك اياتنا تنشر، وكذلك اتتك اياتنا ونسيتها، وكذلك اليوم تنشر. كذلك اليوم تنشر. الله يجزاكم خير. فالصلاه سبحان الله من عمود الدين يا اخي، اذا صلحت ايش الشيء اللي بينك وبين ربك حبل اللي هو الصلاه؟ انا انقطع معك تربطه ولا اتصل انت؟ هذا واحد من الشيبان في الديره يحبونه الشباب، حتى على درجتهم في العيد يروحون يسلمون عليه، هو في بيته يصلي معنا في المسجد يعود صوب بيته، يجينا في الليل ما يجينا في الظهر. المهم ان هذاك اليوم هو عود سواق يشوفه، وكان في غرفته وقالوا انه تعب، في يوم قالوا انه تعب فراح جدي وانا وابوي مالي رحنا صوبه في البيت، احنا عشان ما عنده احد، يوم جينا طال عمرك الا اهل الديره كلهم عنده. انا اللي هو على سرير تعبان الرجال لا يتحرك ولا شيء. في يوم جوه الا هو يدن في المسجد عند بيته، فلا مر البيوت اللي حول المسجد قام يدق بيبانها يقومهم الصلاه، وقاعد يمكن فوق 33 سنه على ذا الحاله لين تعب. يوم تعب قعد 9 شهور على الوضع ذا، ما عاد يقول حتى اهل البيوت ظلوا انهم فقدوا الشيء ذا، فقدوا دقات البيبان واللي صحيهم المسجد. اشهد ان لا اله الا الله. في يوم طول عمرك توفى هو لا عوال ولا، في يوم توفى والله العظيم يا لو تشوفون يوم العرب يصلون عليه اهل الديره والربع والجماعه تباكون، كان واحد من ابوانه ولا من عمانه تباكون. فقدوا الشيء ذا الوحيد اللي هو شو؟ الشخص اللي يذب ويقيم وصحيحهم الصلاه، وضمنهم عماني بيوته يقول دق الباب لين اطلع لها، لا طلعت له ولا اطلعت لها المراه، قال يلا صلاه ياكو. قوم اللي في البيت صلوا ياكو. يقول كذا فقدوا الشيء ذا، حتى يمكن الحين يمكن 27 ميت الله يرحمه ويغفر له سكينات النعيم، فقدوا الحاره الشيء ذا اللي هو الله الشخص اللي الله يجزاه. هذا يا اخي هذا من الاولين بالله عليك، لو انه على ما قلت لو انه يوم مات مو براي صلاه، وش في ناس اذا ماتوا يطلع ذكرهم وراهم فلان والله راعي كذا ولا راعي محمد ذاك الشيعة عشان ما في يعني ما فقدوا الله، لكن هذا يوم مات اول ما فقدوا ايش؟ فقدوا صلاته، فقدوا اذانه، فقدوا هذا تراهم. قال انت النبي صلى الله عليه وسلم قال انت شهود الله في ارضه. صح فعلا الشيبان سبحان الله واهل الدين بشكل عام يا اخي حتى اعمالهم حتى الكلام اللي وراهم يشهد لهم يوم القيامه. قبل ما يموت بايام افجاه واحد دخل يسولف عليه وسولف معه وصار على الديره وصار على المسجد ينشد المسجد، اليوم طاح على فراشه ومن غير نشده المسجد والعامل اللي ينظف المسجد. المهم يوم يسولفون قال والله يقولها انت اللي عنده، يقولها مزحه، يقول العرب عاد صلوا، يقول حميده يبك ما قومته. افراح يجيب مناجيل وعود انت رفيقه، يوم عود اللي هو يبكي. قال هذول كانهم ماتوا في رقبتي ولا يصحيهم الا انا. يقوله للحين يوم اني خليتهم ما اتصلوا، اتصادق يقول حميده. بكى من غير يبكي يا يجي شايب عود بلحيته، احنا قدر الشيبان. وخاصه شت شت الشايب ولا المطوع يبكي اعوذ بالله تنكسر لا اراديه. يوم درى ذا قال لا والله الا امزح معك ما ادري ما عاد ينفع امزح، قد الرجال قد الشايب يبكي الله يرحمه يا فلوس.
اللهم الله المستعان. والله والله ان اليوم ذا نقول نسال الله انه يحسن خاتمتنا. امين يا اخي. فعلا ترى حتى احيانا احيانا يجي تقوم الانسان الصلاه تحس انك كذا من كل الناس اكثر الناس ما عاد كم باقي ما عاد يبغاك تقوم انك تقوم الصلاه تحس انك مضيق عليه يجي تقوم. كان قوم الصلاه 12 تدعين تنفذ ولا تعينه ما يبغاك تقومه ولا تعينه بس يتخلص منك. الناس من اول يقوم كل واحد مره مرتين ثلاث. بالعكس اللي الطوف صلاه تعينه من خجل منكسر خلاص الحين. والله اني اذكر لك ناس الله يعفو عنه قال فلان معنا جاهزه جاهزه راح معنا بيشغلنا يقومنا بدري. يقومك يقومك الصلاه صل الى صلاه انت. والله انك شوف انت كنت جربتوها اللي يقوم يصلي بدري ويقوم يصلي مع الجماعه. والله انك قمت صلي انت صح فيها مخالفه للنفس لكنك ترتاح عقبها. اجل الله ترتاح راحه نفسيه سواء انك رقدت انت ولا قعدت انت واعي. لكن اذا طافتك الصلاه قمت اما طافتك الصلاه تجمعها معه ولا طافتك الصلاه طايف وقتها انك تحسف وانك تضيق وانك تقدر خاطرك. تقدر خاطرك يعني من داخل احيانا ما تحس انك ضايق بدون سبب بدون سبب ما انت بداري كان الدنيا كلها على راسك. تراها اذا جاك الضيقه ذي تراها تراك مقصر في الصلاه. الصلاه بالذات والله ما تصلي الصلاه على وقتها الا سبحان الله تعين كلها بسيطه اللي من دون اللي وراها بتعين الراحه وبتعين الراحه من عاده الراحه الصلاه ما نشحن خاصه الصلاه في وقتها. احنا يوم رحنا عمان في توقيت اختلف وكل غرفه يصلون لحالهم او جماعه لحالهم. احنا عندنا الساعه من يصحينا صحينا عليا قومنا بدري قلنا عليا انا عليا طيب قوموا ليش نرش على الماء هم لا قمنا صلينا. والله لا قلت الله سلام عليكم ارتحت جزاه الله خير. انا اول ما قمت منفس لكن اول يوم قولنا نواف قولنا نواف صلاه الفجر احنا رقدنا زياره العمان احنا رقد بدري رقد خاصه اول يوم جينا رقدنا يوم 11 ما ادري كم الساعه اي بدري رقدنا الحمد لله جايين بدري وخالصين وقالوا بكره في جدول زين الى اصبحت بتستانسون ورقدنا بدري انا ونواف ونواف الروقي وعلى الشمراني غرفه واحده. اول مره ما شاء الله قومنا الله قدام صلاه الفجر. يوم قمت اي ليل طامس ليل ظلام بس والله اخذنا شوي اتذكر الساعه اي الصلاه مره داخله يمكن خمس دقائق ولا عشر دقائق وانت خلصت. بس اني احسب انا عندي وقت باقي عشر دقائق. ايه يوم صلينا على طاري تقول تنشر خاطرك يوم صلينا كان بنرقد وقلنا خلاص.